السلام عليكم، كيف ديالك؟ في عام لاباس عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده، هي اللي هي عباره عن كيش بالصبانخ ودجاج. تبعوا الطريقه. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو، بالنسبه للعجينه كنحتاجو الدقيق، الزبده تقريبا هنايا 3 ديال الدقيق، تقريبا 200 غرام ديال الزبده. بالنسبه للخليط كنحتاجو الصبانخ كما كتشوفوهم، بصله صغيره، دجاج مقطع مكعبات صغيره، كنحتاج الخرقوم، فلفل، ملحه، شويه ديال الابزار، وقليل من الجبن. بالنسبه للبيضه راه كنحتاجوها مع الدقيق ديال العجين. نسيت ما قلت لكم شي، تابعوا معايا الطريق. غادي نزيدوا عليه الفص ديال البيضه، نزيدو معاه الزبده كيفما كتشوفوا. هاد العجينه هادي ما كتحتاج لا حتى شي حاجه غير الزبده. نقعوا عليها شويه شويه، الزبده مرمله، حتى شي منها لا حتى شي حاجه زايده، غير الزبده. نقعوا شويه شويه عليها، كنعجنوهاش بعد كنجمعوها. كوش معجونه دابا نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه. اول حاجه كنعملوها نكبو قليل من الزيت، بصله، غادي نزيدو الصبانخ اللي عندنا هنا، نزيدو دجاج مغصوات، في الأخر نزيدو شويه الفلفل، خرقوم، ملحه، لبزه. عندنا من بعد عندنا قليل من الجبن المفروم و ثلاثة ديال المغصوات من لاباش كيري. دابا نخليوها تيتشحر ونرجع لعندكم. كيفما كتشوفو الصبايح ديالنا هما لي وجدو، هو الدجاج، ريحة يا سلام، نتمناكم تجربوها. كيفما كتشوفو شوية ونحيدو. نزيدو ثلاثة ديال لاباش كيري، نزيدو شوية ديال الكريمة السائلة، نسيت ما وريتها لكم شي، هاهي كيفما كتشوفوها. عندنا تقريبا واحد كأس ولا نص كأس بحسب الخليط لي عندو، تقريبا كأس. نزيدو كيفما كتشوفو طبيعة الحال، نخلطوا المقادير ونرجع لكم بعد. كما كتشوفوا كتشوفوا العجينة ديالنا حنا غندوروها، نعملوها في القالب، عجينة تتغزالة. انا اخترت هذا القالب هذا باش نعمل في واحد المول جديد، ماشي بحال اللي كيكون عندي دائما. تابعوا معايا التفاصيل. ها العجينه ديالنا هي وجدت، غندخلوها الفرن واحد ربع ساعه ديال المكانه ديالنا، ها هو وجد. دابا غنزيدو عليها الخليط اللي هو عباره عن الصبانيخ، الدجاج، البصله، الاقامه، الجبن، كريمة سائلة، دابا كنزيدو الجبن المفروم،
نصفوا الكيش ديال القهوه وجد. دابا نعملوا حتى واحد ربع ساعه ونخرجوه ونوريكم النتيجه. الكيكه ديالنا هي وجدت. الكيش ديالنا هو وجد. نعملوه في نقلبوه ونطلقوه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب الكيش ديالنا ها هو كيف كتشوفوا جا واعر ما شاء الله عليه. بصحه والراحه. ما تنساوش تتابعوني دائما. نطلقوا في وصفه جديده ان شاء الله.